اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ايه الموضوع. طبعا برحب بزميلي حازم حمزه. ازيك يا حازم؟ ازيك يا مديحه؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايه الموضوع. برحب طبعا بالاستاذه مديحه والساده المشاهدين وطبعا ضيفنا الكرام. طبعا كلاكيت تاني مره. الاء، ازيك يا الاء؟ عامله ايه؟ نورتينا. استاذ عاطف عربي، قائد فرقه سنابل مصر، صح كده؟ ازيك يا صاحبي؟ اهلا وسهلا، نورتونا. طبعا في البدايه برسل التعازي لاسره الشهيد محمد صلاح، الله يرحمه. طبعا شهيد من شهداء الجنه وهو عريس في الجنه دلوقتي. فالاء، هتسمعينا ايه بمناسبه شهاده محمد صلاح؟ طبعا بنعزي كل اسره مصريه في الشهيد البطل المغوار محمد صلاح ابن مصر وابن عين شمس. ان شاء الله كده باذن الله في الفردوس الاعلى من الجنه ان شاء الله. بطل، لا عايزين نسمع بقى حاجة لمصر. حبيبتي يا مصر، ماشي. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليكم. حاجه جميله. استاذ عاطف، في البدايه كده استاذ عاطف، عنا عايزينك تعرف كده نفسك. عرف المشاهدين على نفسك، اتفضل. استاذنك المايك بس تمسكه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاطف العربي، قائد فرقه سنابل مصر الموسيقيه. بتشرف دائما ان انا قائد. شغاليه؟ لا انا هو مش المايك شغال. شوفي كده. وبعزف آلة الإيقاع، وهي أصعب آلة، هي آلة الرق، وهي دائما قائدة الإيقاع. في حضرتك خدتها هواية ولا؟ ابتديت في، كنت بدرس دراسات حرة في معهد الموسيقى في الإسعاف، طبعا أيام الفاضلة والعزيزة الأستاذة رتيبة حفني، وتتلمذت على إيد الأستاذ حسن أنور، الأستاذ محمد العربي طبعا أستاذي الكبير، وخدت القيادة منهم. بعد كده ان انا بتعلم وبقود فرقة. انا عارفة ان انتوا كنتوا قبل ما تيجوا في اختبار. طب هو قاعد فرقة موسيقية ما شاء الله، يعني اخترت ليه؟ اخترت الرق. وانا صغير كنا طبعا، عارف حضرتك مرحلة الشباب الصغير الناشئ يعني. اثناء النشأة دي كان معايا زملاء اعزاء من منطقتي، من شبرا، وابتدينا بنحب الايقاعات، ونجيب كده حبه علب صغيره نطبل عليها وحاجات كده، ومن هنا نشات حب الايقاع. طب هو حضرتك ليه مجال مثلا في الشغل؟ هل بينطلب مثلا في الافراح في الحاجات دي، ولا ليه حاجه معينه؟ والله هو اكثرها بيبقى في خلال الموسيقى العربيه. أيوه. مع الطرب الاصيل. أيوه. حاجات الطربيه يعني الاصيله جدا، الجميل بتاع زمان ده، الحاجات الاصيله جدا، يعني الافراح بيبقى قليل، بس في حاجات يعني ممكن. بس اكيد هو ليه جمهوره وليه سميعه قوي. طبعا يا فندم، يعني طبعا دي اله اصيله. طيب سمعوني بقى، نورتنا. اهلا فندم، سمعوني بقى ان شاء الله. ماشي.
فيلم ده، كان فيلم صح؟ الله، انا حاسه انه القانون هيتكلم. ده الاستاذ اللي هيتكلم والله. والله العظيم ما شاء الله عليك. هيمطى والله. صح ما شاء الله. لا بسرعه كده، عايزاكي تفكري الناس بنفسي. دي تاني حلقه معانا طبعا. انا امسكي المايك انا عشان الصوت. دي تمسكي المايك. هي بدايتي مع الموسيقى زي ما قلت لحضرتك كانت صدفه اصلا من وانا صغيره. فبعد كده دخلت كليه، واصلا من اول سنه في الكليه اكتشفت ان كان في مسابقه شاركت فيها وانا في كليه ثانوي ايه؟ تربيه انا معايا. تمام. قسم موسيقى. قسم موسيقى. تخصص قانون. يعني دراسة وموهبة. كنت اصلا كمان من ايام ثانوي كنت بشارك معاهم في اللي هي الحفلة بتاعة المدرسة وكده، وخدنا مركز اول تخت شرقي. كنت انا بعزف على القانون في مسابقة. فالموضوع من زمان وكان موضوع بيفتح معايا صدفة ورا واحدة يعني. بس فبعد كده خلصت كليتي وعملت دبلومه في تربيه موسيقيه الزمالك، وبكمل ماجستير حاليا، ودخلت برضو اكاديميه الفنون المعهد العالي للموسيقى العربيه، بدرس برضو فيه كزياده احتكاك وزياده خبره برضو في مع الاله وكده. اشتركت في مسابقات ولا حاجه؟ طبعا كتير جدا من ايام الكليه، وطبعا وزاره الثقافه مش عايزه انسى فضلها عليا ان انا اتعلمت في فرق قصور ثقافه كتير يعني فموسيقى عربيه وكده. الا انا من عشاق اغاني الست ام كلثوم، بعشقها، فعايزاكي تعزفي لي كده اغنيه انت عمري. انت من قبل الهوا انت عايزاها؟ من قبل الهوا. هي اغنيه كده انا بحبها. يلا اتفضل.
يا روعة جمال، بجد، روعة ايه الجمال أحسنتم. ده؟ مصر دايما، مصر دايما ولادة، وهي قلعة الفن والفنون، وهي اللي بتصدر الفن للعالم كله ايا ما كان القائل او الجاحد او غير ذلك. نورتونا بصراحة النهاردة، وعملتولنا النهاردة ميكس حلو بصراحة، يعني بين التلات المسلسلات، ما بين القديم، وان شاء الله برضو عايزين قديم تاني. نسمع مثلا الضوء الشرط. انا بحس ان حضرتك بتعزف باحساس أكيد ما شاء الله، أستاذ يا يعني باشا، أنا قائد روعة فرقة بجد موسيقية يعني بصراحة. لازم زنيلي بس بحاجة صغيرة كده، اتفضل. الآلتين دول أساسا بيعشقوا بعض، يعني مكملين في لبعض. الأصل، في أصل الموسيقى العربية الآلتين دول هم عشق لبعضهم، القانون والرق. القصة إن أما بتلاقي عازفة كويسة زي الأستاذة آلاء كده، لا ما شاء الله عليك. هي بتشجعك إن أنت تطلعي إحساسك، فبالتالي إحنا بنحاول يعني يبقى في حاجة لإخواننا اللي بيسمعوا الموسيقى، يعني يفرقوا ما بين الموسيقى دي ايوه، والحاجات اللي بنسمعها في الشارع، والخبط يعني دعوة لتنظيف فإحنا الآذان بنتمنى يعني، والتكسير. يعني دعوة لتنظيف بنتمنى الآذان مرة تانية. بتمنى. ألا بتعرف تغني؟ لا. وحضرتك لا يعني الصوت مش بحسك بتبقى عايز تدندن كده مع آلاء. ما هو حس ده الشعور موسيقى بقى، بتاعنا بقى، الحس حس الموسيقى موسيقى. المرهف في الموسيقى. طب نسمع زيزينيا ولا الضوء الشارد اللي يعجبك؟ ماشي، الضوء الشارد. اوكي يلا. الله فوق الرائع الله، ايه بجد. الجمال ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله نورتونا النهارده والله، ميكس حلو بين الرق والقانون صراحه، فعلا كلامك حكم يعني. طبعا احنا نسمع تتر الحاج متولي، بس قبل ما نسمعه انا عايزه اقول كلمتين عن غيره النساء. ايه رايك يا حازم؟
غيرة الزوجة. بلاش في النبي عليه الصلاة والسلام. لا استنى، الزوجة، الزوجة الغيورة اللي الموضوع بيزيد قوي ويبقى اوفر وبيبقى حالة نفسية عندها، يعني طبعا عايزة اراكم معايا ان هي على طول بتغير، لو كلم حد سواء في العمل او في الحياة العادية او الحياة العملية، هي الزوجة المصرية فقط لا غير، تلاقي غيرة بطريقة غريبة بتحول حياتها الجحيم. يعني هي كده يعني، هو انا شايف انه تسلط اكتر منه يعني. لا حازم، هو امتلاك، هي حب امتلاك. لو حب امتلاك ممكن يكون تسلط، حب امتلاك، لكن هي الغيرة للمرأة المصرية ده رأيي انا الشخصي، يعني مش عايزين نفرض الآراء عشان خاطر ممكن نزعل ناس كتير. انا عن رأيي ان ده فضا، يعني تبقى الست قاعدة فضا، دماغها فاضية نفسها بكده، فهي متجوزة واحد فحاسة بقى ان هو ملكها. ولا انت امسك المايك يعني. هو الغيرة في حد ذاتها هي بتفكر نفسها ان هي كده بتسيطر عليه، او بتحاول ان هي يبقى تحت النظر، ان هو عايزه تشوف كل تصرفاته، ولكن هي كده بتفتقده، مش بتحتويه، هي بتضيعه. ايوه بتضيعه، مش بترجعه لنفسها. فممكن يدور بره، يعني هي مشغوله بالغيره وسايبه بقى ايه العاطفه والاهتمام بيه وكده، ومشغوله بالغيره بقى، هو كلم فلانه، هو ما اعرفش مين. وممكن يوصل الامر ان هي تتصل وتشتم وتغلط في ناس، كل الموضوع ان علاقتهم شغل ببعض. هيزعل ناس كتير الكلام ده، خدي بالك. لا هو مش مقصود، احنا بنتكلم عن الغيره في العموم. تبقى برده مهتمه باولادها بس مثلا وحملاه. قرب المايك عشان الصوت. ده برده من عناصر تفكك الاسره. على هنفرد للموضوع ده ان شاء الله باذن الله حلقات ان شاء الله. بس انا قلتها عشان الحاج متولي بقى. ماشي، الحاج دينا الحاج متولي بقى. في حاجه بس حضرتك اتفضل. بس في حاجه برده، الغيره مطلوبه في الراجل. لان دي من علامات الرجوله، يعني نخوة. الزوج يغير على زوجته. كنت اقصد بالغيره النسائيه، هي نخوه. انا بقول لحضرتك يعني الراجل عايز حلقتين ثلاثه عشان نتكلم. احنا خاصه ان احنا صعيده يعني. طبعا فالغيره دي مطلوبه طبعاً. بس في الزوجه لما تكون الغيره زياده اوفر بتبقى مؤثره على المنزل، يعني على الحياه يعني بطبعها، يعني عشان كده ما بنشك فيها. مطلوب غيره معتدله. الاعتدال دائما ربنا خلقه طيب يعني. ما هو انا مش كل تصرف في زوجي هيعمله هشك فيه، مش كل كلمة مع حد يبقى هو خلاص في علاقة بينها وبينه. قلبناها حالة اجتماعية، خدي بالك. ثواني. فهي كده بتضيعه وبتفتقده أصلا. يعني معنى ذلك حضرتك، أنا ما أنا راجل فنان. مش بقابل سيدات في المجتمع. أكيد. مش عارفة الحلقة خلصت فيها 5 دقايق، قولي يا عم متولي يلا. حاج متولي. إدينا مساحة طيب بعد كده اللي فيها حاجة حلوة، ماشي؟ دي هنختم بيها بقى. ماشي. الحاج متولي ده. متجوز كم واحده الحاج متولي؟ اربعه. انا شايف فعلا فعلا الايقاع بيبدا من الرق. انا سميع اصلا، انا قديم يعني، بيبقى تيم بني كده. انا فعلا انا ملاحظ كده ان الايقاع بيبدا من هنا ما شاء الله. طب لو قلنا نسمع حاجه قديمه كده على ذوقكم انتوا الاثنين في وقت طيب، عشان خاطر فيها حاجه هنختم بفيها حاجه حلوه. هنختم بحاجه حلوه، قولي حاجه صغيره ونختم بعدها على السريع. ام كلثوم.
سامعين ايه؟ حتة من المال والبنون. ماشي. ماشي. ما شاء الله هو عليك. جميل وانت زدتيه جمال والله، اه ما انتوا شاء الله، الاستاذ روعة انتوا صراحه الاثنين. يعني نورتونا النهارده والله وشرفتونا. آه عايزين بقى، فيها انت حاجه عايز حلوه؟ تسمع ايه؟ فيها حاجة حلوة؟ هي دي دي في وقت يعني ولا ايه؟ اه ان شاء الله نسمع، ان شاء الله نتقابل تاني في ان الحلقة شاء الجاية الله كتير. شرف لينا احنا ان شاء الله. نسمع حاجة، فيها حاجه فيها حلوه، حاجة حلوة هي بتلخص كل الكلام اللي عايزين نقوله والله لمصر بصراحه. يلا طبعا اهدأ لكل المصريين.